السلام عليكم، مرحبا بكم في دي جيز مع الفورماسيون. غادي نتعلم من خلالها كيفاش نخيو دي زابليكاسيون هايبريد. دي زابليكاسيون هايبريد هما لي زابليكاسيون اللي مقادشين اتش تي ام ال سي اس اس و جافا سكريبت. هاد الفيديو هذا غنشوفو، هادي هي البارتي التانية. الفيديو غادي يكون هو البارتي التانية ديال الانستالاسيون. شفنا البارتي الاولى كيفاش انستاليو كوردوفا، نشوفو دابا البارتي تتهم اندرويد ستوديو. اندرويد ستوديو باش غادي يفيدنا في الانستالاسيون من خلال اندرويد ستوديو شيجر. حنا تقريبا انصلينا كل شيء. اندرويد ستوديو هي الا كاين شي ايرور في الانستالاسيون ديال اس دي كا تي فيريفيها، و الا كان شي ابديت تيجيرو، الا كان شي حاجه ناقصه تزيدها. فوالا اندرويد ستوديو. قبل ما نشرحو في الشرح ديال الانستالاسيون ديالو، انا نهضروا على واحد القضيه. بزاف الناس يقول لك اندرويد ستوديو تيتقل بي سي، تي بلونتي بي سي، تي ستريسي البروسيسور. انا دابا خدام بروسيسور اي 3 4 جيجا في الرام، وخدام ليا مزيان. علاش؟ خاصك تعرف كيفاش تتعامل معاه. اندرويد ستوديو فاش تلونسيه، فاش تكليك عليه تلونسيه، خاصك تسنى دي فيشي امبورطاو، تيبقاو تيبانو هنايا في واحد لابار، واحد لابار تيبقى تيبانو تيتشارجا و تيتامبورطاو. الناس اش تيجيو؟ علاش تبلونطاو لو بي سي و تيتستريس عليهم بروسيسور؟ اون فوا تيلونسيو تتبان هاد لانترفاس، تيبقاو خدامين و تيكزيكوتيو و تيبقاو تيكودزيو، تيدخلو لي فنيتخ، دخل لهنا خرج لهنا. لا، تكملو تكملو تكمل لامبور ديال هادوك لي فيشي كاملين، و يبقى بحال هاكا، ما باقي يبان هنا والو، تيتشارجا، تبان هاد الانترفاس. عاديك الساعة بداو فيه الخدمة وما غادي يوقع حتى شي مشكل. بالنسبة لاندرويد ستوديو اللي غادي نخدمو بيه، اللي غادي يليق لينا في لانستالاسيون ديال كوردوفا، هو اندرويد ستوديو 2.3.2 او لا اي فيرسيون 2. كاينة 2.2 2.1، المهم تكون هاديك 2 هنا الاولى، ما تكونش اندرويد ستوديو 3. عند اندرويد ستوديو 3 ما فيهش هاد الاس دي كي ماناجر اللي تيعاون في اس دي كي مانجر، ولكن ما كاينش، ماشي بحال هذا. هذا تيعاون مزيان على تصحيح ديال لي زيرو ديال الانستالاسيون ديال اندرويد والابديت، و ولا كانت شي حاجه ناقصه تزيدها. فوالا، باش نكملو الانستالاسيون ديال كوردوفا، تنجيو نكليكيو على هاد البوطون، ها هو الساهم نازل لتحت بحال الفلاش ديال الداونلود اس دي كي مانجر، تنكليكيو عليه تيدينا لهاد الفونيت خاجي. انتما من الاحسن فاش تكون بيتي لهاد المرحله ديال الانستالاسيون ولا ديال التشارجمون ديال لي فيشي، تكونوا كونيكتيون للانترنت، وتكون شي انترنت مزيانه. دوما دي فيشي تقال شي شويه، تياخذ الوقت باش يتشارجا. هنايا كونترول طاب الاولى اللي تتبان اس تي كي بلاتفورم. من الاحسن هادشي اللي داير انا ديرو حتى نتوما، كوشي كلشي حتى نتوما، كوشي كلشي. علاش؟ ثاني اجي تقول لك الابليكاسيون ديالك غادي تقعد بكوردوفا اش من اندرويد، فيرسيون تاع اندرويد اللي بغيتي تخدم مينيموم. انا بيت مينيموم تخدم 104.4، يعني تبدا كاع الناس اللي عندهم تليفونات فيهم اندرويد 4.4 تخدم لهم 4.4 الفوق، 4.3 ما تخدم الابليكاسيون ديالي. الحاجه الثانيه هما لي زابي اي، لي زابي اي 26 27 29 28، هادو هما ديال لي فيرسيون جداد ديال اندرويد 8.9 تقريبا. ابي ايفنت 9 هي اندرويد 9. ليطاب الثانيه اس دي كي تولز. اس دي كي تولز كما تشوفوا الثانيه، انا مانصالي كلشي، انصالي تنتوما كلشي. هادي هي اللي فيها لي زوتي ديال اس دي كي باش غادي تخدم كوردوفا، وفيها حتى هاد جوجل يو اس بي درايفر مزيان. هذا واحد درايفر ديال اللي تيخليك تخدم الابليكاسيون ديالك في التليفون ديريكت. مثلا فاش تكري ابليكاسيون تبغي تيستيها، تبرونش التليفون بي بي سي بلي يو اس بي، كابل يو اس بي عادي، وتاكزيكوتيها هنايا ولا في كوردوفا، تاكزيكوتيها كوردوفا بواحد الكوموند وتتبان في التليفون، تبقى تيستيها ديريكت في التليفون. اس دي كي ابديت سايت كيما قلت لكم هنايا، انا ما بينيش ليا حنت اني اوف لاين. نتوما تكونيكتاو فاش بغيت انصاليو اي حاجه هنايا، تكونيكتاو في الانترنت من الاحسن. اي حاجه انصاليو كلشي تقريبا، كلشي كوشيو انستالي، وغادي ما غاديش باقي تلقاو شي مشكل في لانستاليسيون كوردوفا. غادي تلقاو كاع لي زابتي دارو، شي حاجه ناقصه تزاد، شي حاجه ما كانتش تتولي،
فوالا اندرويد ستوديو مزيان اللي فيه هو تيجيري لكم الاس تي كا تولز مزيان، ما تبقى عندكم حتى مشكل في هذا الاس تي كا، عندنا الاس تي كا هي كلشي. فوالا تقريبا هذه البارتي الثانيه ديال الانستالاسيون كملناها. البارتي الثالثه ديال الانستالاسيون غادي نشوفو، باش ما نطولوش بزاف في هذه الانستالاسيون، ندخلو اللي ما يقولش شويه. اخر فيديو غادي يكون فيها هو غادي نشوفو كيما قلت لكم الدرايفل تيخليك كيفاش تخدم التليفون تيستي في لي زابليكاسيون ديريكت، وبالتالي غادي نكون كملنا الفيديو هذا. نشوفو الفيديو.